احنا ليه يعني وقفنا ضد ان لو الراجل ما دفعش النفقة للست او خصوصا للاطفال ان هو يتحبس؟ لان اولا حكاية الحبس في كل حاجة دي ما في بدائل للحبس. ليه؟ لان ايه مضار الحبس؟ اولا لو الاب اتحبس الطفل هيعرف هو ليه ما بيروحش يشوف ابوه، لان اتحبس ليه؟ امه حبسته. شوفي لما الطفل يعرف ان امه حبست ابوه، علاقة الطفل بابوه بغض النظر عن اي حاجة هو ابوه، فدي تأثر فيه جدا. الاوحش من كده ان هو لما يكبر لو هي حبسته، لو هو ما دفعش وهي حبسته وهو كبر وخلص تعليمه بيقدم لبعض الوظائف ما ياخدوهش. ليه؟ لان بيبصوا على صحيفة السوابق بتاعة اقرب الناس له، خصوصا قرابة درجة اولى، الاب قرابة درجة اولى، فبيلاقوا ان الاب اتسجن، الكلية الحربية ما تاخدوش، كلية البوليس ما تاخدوش، كلية الحقوق ما تاخدوش، لان لا ينفع يبقى قاضي ولا ينفع يبقى ضابط ولا ينفع يبقى في الداخلية في برضه ضابط. فالولد بيحس ان هو ملوش ذنب، وماله ومين اللي حرمه من ده؟ امه. احنا ضد حبس الزوج وحبس في الاداء المدني، وده على فكره ريليتد كمان من مبادئ حقوق الانسان. انا في رايي ان في بدايل، انا قلت البدايل ديت ان احنا نبقى محتاجين ملف الاسره يبقى في المحكمه واحد، يعني كل الملف يبقى قدام دايره واحده في المحكمه، فبيقدر القاضي ان هو يبقى بيسد ثغرات التلاعب اللي ممكن يحصل. وفكرة الإثباتات المالية ما تبقاش كلها على الستات، يعني ما ينفعش يبقى الراجل بيدفع مصاريف مدرسة وفجأة يمتنع ويقول إنه هو فلس، أكيد مش ده مش معقول. ماشي، طيب ما المدرسة هي اللي ترجع على الأب، أو فكرة إن الأب يتوقف له الخدمات الأخرى اللي هو ممكن يستخدمها زي تجديد البطاقة، جواز السفر، زي كل الخدمات، لو هو عنده شركة ازاي بيجددها، الحاجات دي ازاي يبقى في اعتماد للملف الضريبي، ازاي تبقى المحكمة بتطلب الكشف على حساباته في البنوك. كل دي حاجات محتاجين ان احنا نتكلم فيها، فمحتاجين منظومة تشريعية متكاملة، يعني ما ينفعش ان انا ارقع هنا وارقع هنا، لا، يبقى لازم نتكلم على تغيير موضوعي للنصوص وتغيير اجرائي وتغيير كمان لبعض القوانين الاخرى زي قانون المرافعات، زي بنك ناصر ابص عليه اشوف ازاي ميزانية الدولة لازم تزيد فيه. وانا اعتقد ان يبقى في خلق حوار مجتمعي على قانون الاحوال الشخصيه، ان دي حمايه للاسره.